شنطة المحاسبة، بلكي فيها شي مهم. شفتوا؟ لو ما خبرتكن عن الجثة كنا طلعنا. برافو إياد. هاي خنبلة، طلعوا بسرعة. يلا يا ميماتي، ضاعت الإشارة. إشارة شو يا تامر؟ رجالي اللي ضاعوا. حدا صار له شي؟ ليش عم تصرخ يا معلم؟ صار لك شي عبد الحي؟ ما خبرتكم إنه هذا الشغل وصخ؟ يا لطيف، قديشك عنيد عبد الحي. اترك التليفون من إيدك، هي قنبلة. قنبلة شو يا عمران؟ هذا المعلم مراد عم يتصل. نعم معلم، ما عم صرخ يا معلم. نحن مناح بالزور، خلصنا حالنا. ماشي، نحن جايين. امشي شغلتك، هي دين علينا يا عبد الحي، تدفعوا لي. يلا بعدين. امشوا. خال، هذا القاتل لازم يعيش. صديقي مراد، أمرك على راسي، بس هون مثل ما بتعرف سجن، ما فيك توصل للحبس بسهولة. دبرنا ياها بمعرفتك يا خال. ألو رمزي، وينك يا ابن أختي؟ لك ما فيني وصل لك. الايد اليمين للسيد تركي، مدير اعماله الخاص. يا بيك حسني يالن كالنج، تشرفت بمعرفتك. طمني، شو اخبار الشباب؟ جايين على الطريق. يا خالي، مشان الله ما تدخلني بهيك شغلات. يا خالي الوضع مو مثل الأول، عم تفهمني؟ عم يضغطوا علي. لك يا رمزي، بدك تعلمني شو الحبس؟ يا رمزي، جوا عم يعيشوا الفيران والصراصير والحرامية والمنحوسين، بس هاد ما بيقدر يعيش، يعني لازم يعيش. الله يساعدك. يا ابني، بدك تعرف لي وين صفيان هذا قاتل طوروس، من البلد ولا من برا البلد؟ أهلي. وأهم شيء عمله المرحوم أوزال لصالح تركيا هي زيارته للبلدان الثانية. هنن وقتها كتير انتقدوه، بس هو كان ياخد معه رجال أعمال بالإضافة لرجال الدولة. شو يعني؟ أولاً كان يعرفهم على العالم ويورجيهم التطورات والتغيرات اللي برا. ثانياً في دول اللي بيناتنا ارتباطات تاريخية. الدول التركية؟ مو بس الدول التركية، الشرق الأوسط، القفقاس، البلقان، والدول اللي بتشاركنا بالتاريخ. كان رايد يستثمر بهي الدول. بس شو علاقة هذا باغتيال جاكري طوروس؟ رح شوف شو العلاقة، بس بقدر أقول في أكثر من قوة كان إلها مصلحة بهذا الاغتيال. رح نشوف عمليات الاغتيال المماثلة ونحل اللغز، رح نصل للمضمون.
يا سيادة المدير، يا أما مأمون رفيقنا بيرجع لعنا على القاوش، يا أما منعرف كيف نقنعك. وكيف بدكن تقنعوني؟ نعمل عصيان بالحبس خلال ساعة، إذا ما بتطالعوه من الغرفة الانفرادية بنحرق كل السجن، يعني رح نعمل مشكلة كبيرة. تحرق شو؟ نحن عم نحطه لحاله مشان ما يصيبه شي. ما بيهمني أبدا، ما في مشكلة، أنا بطالعه، بس إذا صابه أي شي وقتها بتشوفه. صحة. شكرا. اهلا وسهلا معلم، تفضل لهون. شكرا لك. صحة يا سيدنا. يا اهلين وسهلين، تفضل عود. سيدي سمعت عن استقالتك، مزبوط؟ مزبوط. زعلت كتير يا سيدي. ليش لحتى تزعل؟ حدا بيستقيل من خدمة وطنه؟ تعودنا عليك يا سيدي، رح نضل أصدقاء، لسه بدنا نشتغل مع بعض كتير. الشخص اللي حط القنبلة كان بيعرف إنه بدنا نروح لهنيك. مو إنه بيعرفه بس، كان عم يراقب كمان. ها، على أساس نحن اللي عم نراقب العالم؟ طلعوا العالم اللي عم بيراقبونا. الله سترنا، أعوذ بالله لو مات واحد منكم هنيك، غير إنه كنا رح نخسر وكانوا اتهمونا. بيكونوا قتلوا القاتل اللي جوا من زمان، شو رأيك معلم؟ ما بعرف مين جوا، بس اللي برا محترفين كبار. القنبلة ما كانت شغل منظمات، كانت محطوطة بجهاز الموبايل. أكيد عرفوا إنه عم نتابع الموضوع. المشكلة نحن ما منعرف مين هنن. هنن مراقبيننا ونحن ما منعرفهم. رفقاتك مشتاقين لك. اخيرا اجيتوا مثل الاوادم. امشي يا ادمي. لك يا اهلين اخي مأمون. اهلين. أهلا يا أخ مأمون. أهلا. أهلين. أهلا. حبيبي رمزي، يلا يلا يا حبيبي رمزي. شو صار معك يا ابن أختي رمزي؟ خال، هلأ أخدوا على القاوش وصار أمره عند الله. شوف يا رمزي، لو كنت طلبت من الله كنت سجدت له، ليش حتى أطلب منك؟ يا خالي كيف بدي أدخل على القاوش؟ البوس البيلت، صحاب العالم الأحمر، وضحاش رمزي. لك نفخت لي قلبي يا ابن أختي، ولك هدول مستحيل يقتلوا جوا. الدولة عم تبعت علينا رجال. مين؟ مراد على مدار دخل على سيارة النقل وسألني عن أسماء. وشو قلت له؟ ما قلت له شي، خبرت اللي برا مشان ياخدوا حذرهم. ليش ما خبرتني؟ حطوني بالانفرادية. صديقنا أرجان لساته بيننا لأنه رفض يطلع على المحكمة.
شايف انه على حق؟ انا دخلت على المحكمة مشان القضية مو مشان شي تاني. طيب ماشي، روح استريح، انت تعبان، وبعدين بنحكي. بدي اتحمم، صار لي زمان مو متحمم. شو عليه؟ أرجان روح معه. لحد هلا ما حدا استجوبني. طيب سألوك عني؟ ما كان لازم تروح على المحكمة. شو عليه؟ ما عاد روح. ضل شيء قربت. يا خاين يا حراج خذ. يا حارس بسرعه لك. يا حراج يا حارس بسرعة. في 26 أيلول 1990 تعرض الأستاذ معمر أقصوي لهجوم أمام بيته وقتل. 6 أكتوبر 1990 قتل الأستاذ بحري أوشوق بانفجار قنبلة أمام بيته كانت مرسلة إليه. 28 كانون الثاني 1993 رجل الأعمال جرقاولي تعرض لهجوم في سيارته. 5 شباط 1993 الوزير المالي السابق عدنان قهوجي وعائلته ماتوا بحادث سيارة وفارقوا الحياة بمكان الحادث. أنقذنا صديقي مراد. احكي لي شلون؟ كانوا رح يقتلوا جوا، بس أولاد خالك ساعدونا قالوا على المستشفى. معناتها أنت شو عم تساوي هون؟ شو عم ساوي؟ شو بروح وبقول له الحمد لله على السلامة؟ مثل ما عم تقول. عمي ما استعجلنا؟ ما استعجلنا، بس الزلمة بدي يشتري المشافي، بظنه رح يعرض علينا مبلغ منيح، والتاني أكيد بدي يساندوا بهالشي، وعائلة كرجاداك مثل غراب القبور مصرين يقضوا علينا إذا ما عطيناهم المشافي، وهيك منصير عدوين لعائلة كاشكار. طيب عمي أنا شو لازم ساوي؟ شي بحير. بكرة رح تصلنا التقارير عن ميزانية المشفى. شي اللي ما عم بفهمه، مادام نحن بحاجة للمصاري وفي عنا أراضي، ليش ما منفكر بتأسيس مشروع عليها أو حتى نبيعها ونرتاح؟ هديك الأراضي ملك خاص لهدى، ورتتن على أبوها. وشو عليه؟ بتشتري أحسن منها بعد ما نطلع من هالضيقة. أنا وعدت المرحوم بابا أني ما بيع الأراضي أبداً. يا أنسة، أساساً البيع بهالحالة مو معقول، وما حدا رح يشتري. أنا بقدر أحكي مع السيد قدرت، إذا كان عندك نية للبيع هو بيقدر يشتري. أول شي بدي بيعه هو بيتي عمي، البيت واسع علي كتير. آه ما بيصير من دون البيت؟ وبعدين شو بدهم يحكوا عليكي؟ يحكوا اللي بدهم يحكوا. تسكني معنا يا بنتي، معك حق، البيت كبير، شو بدك تعملي فيه لحالك؟
لمين بدك تبيعي البيت يا أنسة هدى؟ أكيد شي حدا بيشتري. أنا تعبت، خلينا نكمل بكرة. طيب شو مشان بكرة أنسة هدى؟ سيد زهير انتظروا مني خبر. ما في شي، بس خليه يسترخي. خالو، كيف بدهم يدخلونا؟ ما بنعرف حدا من العساكر. لك يا ابن اختي، اهم شي ما حدا يعرفنا هون، بعدين سهل نفوت لجوا. على الاقل كنا لبسنا بدلة الدكتور. لك اطلع بشكلك، انت شكل دكتور انت؟ شو بو شكلي؟ ايه انا حلو مثل الدكاترة خال. لك يا ابني خليك شخص متواضع، خلينا نفوت اول شي، نفوت مثل الممرضين واطلع مثل ما بدك. السلام عليكم حكومة. القاتل جوا؟ لك يا ابني شو بيهمك مين اللي جوا؟ بالنهاية نحن رح ننظف وسخه. ما خبرونا عن الممرضين. لك يا أخي ما حدا بيعتبرنا من البشر. افتح يا أغا، افتح افتح وخلصنا بقى. بس واحد منكم بيفوت. ماشي، أنا بدي فوت هالمرة. ماشي خال. مراد علمدار قال بدي أعطي فرصة أخيرة لمحمود. مين أنت؟ أنا اللي أنقذت حياتك التافهة. طلع منيح، ما رح يخلوك تعيش. في احتمال واحد لخلاصك، هو إنه تساعدنا. كل شي صار بسببكن. لك أنا اللي أعطيتك سلاح وقلت لك اقتله؟ جاوبني هلأ مثل الزلم. مين أعطاك الأوامر؟ ما عندي شيء أحكي أبدا. لك ما عندك حدا تخاف عليه؟ شو راح يصير بالبنت؟ راح تخليهم يقتلوها كمان؟ ساعدني أنت لحتى ساعدك. هدول اتنين بيعرفوا كل شيء عن شركة طوروس، وحسب الاتصالات اللي سمعتها هنن اللي عم يدبروا أمور الشركة. عم يشتغلوا ضد القانون؟ ما ثبت عندي شيء بالاستماع. بدك ياني معلم؟ ميماتي أنور أوز نسيم ويقار قز عسكر أوغلو، بتجيب لي إياهم بكرة. من ناديلون ولا نجبرون؟ ناديلون ميماتي. ليش في حدا طلبته مرة وما استجب لك؟ وين بيتغدوا بالعادة؟ تصبحي على خير يا بنتي. وانت من أهله عمي. تصبحي على خير يا هدى. عفواً جودي، فينا نحكي شوي؟ تفضلي. بدي أسألك، في معك مصاري؟ في عندي شوية مجوهرات. لا، أنا ما بقصد هيك. في عندك شي مبلغ على جنب؟ بدي أدينهم منك. في عندي بيت ومصيف، بس ما في مبالغ كبيرة. يا ريت لو كان عندي وأعطيكي، بس للأسف ما عندي. ولا يهمك، بس حبيت أسألك. ماشي حبيبتي، تصبحي على خير. خبركم بس بشرط واحد. لك انت اجداب، شو شرط ما شرط؟ لك بقت لك دقيقة واحدة. انا يا اما بتحكوا معي من عن سيلفي واسمع صوتها وبطمن عليها، او ما بخبركم شي بنوب.
لك وين بدي لاقي لك سيلفي هلأ؟ رح أعطيك رقمها، ما حدا بيعرف الرقم غيري. ما بعرف كيف بدك تعمل، بس ما بخبرك شيء قبل ما اسمع صوت سيلفي. أعطيني رقم خلصني. مراد علم دار عم يساوي مشاكل، شو بدنا نساوي؟ شو دخلك بمراد علم دار؟ كيف شو دخلني؟ ابتلينا. اسمع مني، بعيد عنه، لازم ما تضل بعيد عن عدوك. إذا ما اشتريته تتخلص منه. بس ماله صالح للشراء. ليش عم تسأل لكان يا يالجين؟ هذا جاكري توروس؟ اي. المرحوم أوزال دخل لكل دولة رجل أعمال بيوثق فيه، وقدمهم بشكل منيح لرؤساء الدول، لأنه هدول الدول كانوا على نظام اشتراكي وما كان عندهم خبرة عن السوق الحرة. وكانت خطة أوزال أنه يحط بهي الدول رجال أعمال أمينين وبيوثق فيهم لحتى هي الدول حط ثقتها برجال الأعمال هدول. يعني نحن كنا بدنا نحط قواعد للسوق الجديدة وكانوا هدول الدول بدهم يصيروا لألنا؟ مو تماماً لألنا، بس كان حيكون إلنا نفوذ هنيك. بس روسيا القوية وأمريكا القوية وأوروبا القوية كانوا مستحيل يسمحوا بهالشي، وفعلاً ما سمحوا. مستحيل نفوت على مكتبه، عم يحرسوه مزبوط، وبرا كمان عم يحرسوه مزبوط. سيارته ضد الرصاص. هات لشوف في شي حدا بيزوره أو مطعم بياكل فيه باستمرار. ما في حدا بيزوره أبدا، بس بيروح لعند أهله عطول بانتظام، وهو تقريبا كل يوم عم يتعشى معهن. وين بيته؟ هو عنده كتير بيوت، ما في حدا بيعرف وين بينام. أساساً ما بيطلع كتير من مكتبه. ما في حدا بالعالم نحن ما منقدر نقتله. بس تختار الوقت الصحيح والمكان الصحيح وخلصنا. طيب شخصية مهمة مثل أوزال كيف بتوقع بهيك كمين؟ أوزال استعجل شوي، صرح بأفكاره قبل أوانا. شاف إنه في فرصة قدام تركيا إن تأسس وحدة تركية وتتزعم المنطقة وتترأسها، وهذا يعني إنه تركيا رح تصير قوة خامسة بالعالم، وهذا الشيء طبعاً ما رح يرضي غير دول. مشان هيك تخلصوا منه. هلأ بظن إني قدرت أعرف السبب وراء اغتيال جاكري توروس. أركي كان عنده مشروع، هذا المشروع كان عبارة عن تأسيس اسطنبول جديدة بقلب اسطنبول القديمة، تأسيس جزيرة من ناطحات سحاب قوية جنب البحر الأسود مقاومة للزلزال مثل فكرة مانهاتن، تهديم كل شيء غير الآثار الطبيعية وتقليل أي خسارة إذا صار زلزال محتمل، وهيك مندخل على السوق الجديدة بقوة. كم مليار دولار كان رح يكلف هالمشروع؟ إذا كنا ما منعرف قيمة اسطنبول القديمة، كيف رح نعرف قيمة الجديدة؟ نص أراضي اسطنبول الجديدة بيملكها جاكري توروس؟ هو اللي اخترع المشروع وهو يلي طوره كمان، والدولة وافقت على المشروع، معناتها حياة كل اللي بيعرفوا عن هذا المشروع بخطر. صحيح. وأخوه بنته بيعرفوا شي عن هذا المشروع؟ ما بعرف.
بدي أسماء كل اللي بيعرفوا المشروع. خبروني بس يطلع من المكتب. هون بدنا نوقعه بالفخ. آخر هي النزلة يلي على طريق بيت أبوه. بس سيارته ضد الرصاص. بتخلوه ينزل من سيارته. كيف؟ الكل في عنده نقطة ضعف. ايه يا ابن اختي، نحن عطيناك الرقم ولساتك ما قدرت تعرف عنوانه؟ يا معلم ما فينا نعرف وين موجودة ابدا لحتى تحكي على التليفون. ايه احكي معها لك. ما انا عم ترد على الارقام الغريبة، ومع هيك جربت اكثر من مرة. العمى وين راح فضول شعبنا؟ من زمان كنا نتمنى لو حدا يحكي معنا ونسأله مين انت؟ احكي معه، احكي، ما رح تقدر تمسك حالك، راح ترد هالمرة. ابراهيم، بتروح لعند سلجوق طوروس وبتبلغه سلامي. ما في داعي ابدا يدور على قروض، خذ خليه يحل مشاكله وانا بجنبه. يلا بسرعه. بس مقابل شو بدنا نعطي هاي المصاري يا سيد قدرت؟ هدول مفلسين. لك يا ابراهيم، شفتني شي بحياتك اني اعطيت شي لحدا بدون مقابل؟ أي نوع من البشر هدول؟ هدول البرجوازيين. عم بحترق من جوايا عبد الحي. العالم ما عم يلاقوا شقفة خبز ياكلوها. شوف البعزقة تبعهم. هدول عم ياكلوا أموال الناس. شايف صار الشوربة قديش؟ لا تعصبني أكتر يا عبد الحي. المعلم بعدنا ولا كان إلي شغل تاني؟ خلينا نطلب الحساب. الحساب. معقول بدك تعطيهم 100 ليرة بخشيش معلم؟ شو؟ شو عم تقول؟ هالبخشيش كتير كبير. شايف؟ حتى أنت ما بتعطي المساكين. عبد الحي، حبيبي جيب السيارة. دقيقة معلم. شباب شو معنا؟ شو عم يصير؟ ليش مين حضرتك؟ نحن بنوصلكم. سيد قدرت بعت لك شيك بقيمة 50 مليون دولار وتاريخه مفتوح، تكتب عليه التاريخ اللي بدك إياه. شكراً لك سيد إبراهيم. أنا ما كنت متوقع هيك شيء. يا سيد علي، الأصدقاء لبعض. أنا بقدر له هالشي، بس يا سيد إبراهيم ما في نرد له إياه هلأ أبداً. صداقتنا بتكفي. ما فيه يقبل. بهي الحالة أنت عم ترفض صداقة سيد قدرت. أنا ما فيني رجع له هذا الشيك. ماشي، رجاء ممكن تقول له اني بتشكره كتير. انا رح احاول شوفه بأقرب وقت. امتى ما بتحب سيد علي؟
أهلا وسهلا. كان فينا نوصل بسرعة أكتر بس معلش. الصداقات الحقيقية هيك بتبلش. تفضلوا. فينا نعرف ليش جبتونا لهون كرفتي يا أخ؟ بدنا نتفق معكم. بخصوص شو؟ وعلى شو؟ أنتوا بدكم تحكولي عن مشاكل شركة طوروس وأنا بدي حل هالمشاكل. أنا بكون محامي الشركة. زهير المسؤول المالي. وحضرتك بأي صفة عم تطالبنا بهيك شيء؟ بدي صير شريك بالشركة، بس أول شيء لازم أعرف شو الدواليب يلي عم تعملوها. يكون بعلمك نحن ما عنا هيك شغلات أبداً. لحظة لحظة، لازم نسمعه. أنور أوزنسيم درس اقتصاد بهاردوارد بأمريكا، وقبل ما يخلص دراسته بالجامعة سكن بفلوريدا واشتغل بإحدى الشركات براتب عالي معاون المدير. كان رجل ناجح كتير، وبيوم اجى على الشركة وشاف انه نقلوا كل الشركة، لأنه كل هالسنين كان عم يشتغل بشركة مانا قانونية، شركة تبييض أموال، وبآخر لحظة قدر يهرب من الاف بي اي. وأول ما وصل على تركيا غير اسمه عن طريق المحكمة. يا ترى إذا نطقت باسمك الحقيقي تقدر تقلي كم دقيقة فيك تعيش؟ سمعنا صوتك يا سيد زهير. فاجأتني، شفناك بالجرافي افتكرناك شغلة. عم تهددونا بالابتزاز؟ إذا بتعرفوا حقيقتي بالتفاصيل مثل ما بعرف عن حقيقته، معناتها أنتوا واعين بمشكلة كبيرة. أنت بدك توقعني بالمشاكل؟ قز عسكر أغلو، جدك من أوائل الحكام بالجمهورية، أبوك بالقطاع الخاص، وعمك بالجامعة، كلهم رجال حقوق مشهورين. أمك ألمانية، أختك صحفية، خريجة كلية الحقوق. اتفقت مع أبوك منشان تدرس الحقوق، قلت له بدك تخلص الجامعة بشرط يعلمك كل الفراغات القانونية، وتحولت كل هاي المعلومات لمصاري. أبوك علمك كل الفراغات القانونية، بدك يعني عدلك الأشخاص يلي اشتريتهم؟ إذا واحد منهم عرف إنه أنا بعرف كيف اشتريتهم، وقتها شو بيكون مصيرك؟ هات سمعنا صوتك. أنت شو بدك منا؟ ما بدي شيء، قلت لكم بدنا نتفق. احكولي مين يلي بيشتري أسهم الشركة القابضة المعروضة للبيع بالسر؟ عمي ما فينا نقبل هالمصاري، وكمان نحن ما فينا نرفض يا بنتي. عمي هذا بيعني إنهم عم يشترونا. على القليل السيد قدرت ما بيشبه الباقيين، هو الزلم الوحيد اللي فينا نتفق معه، ما بيظلمنا. كيف بده يظلم أكتر من هيك؟ الزلمة عم يقول إنه أنتوا تحت أمري. بنتي
وصلتي لحالي بدك تبيعي بيتك، ما عاد تفرق. أنا ببيع بيتي وما بقبل بهالمصاري. لمين بدك تبيعي يا بنتي؟ في واحد بده يشتري. رجع له هاد الشيك. بترجعك. ما فيني رجعه، لازم يتم معي فترة يا بنتي. خلاص إن شاء الله أنا بحلها. اللي بعرفه أنا إنه شركة سايمون هي اللي عم تشتري الأسهم. في ناس تانيين عم يشتروا؟ في بس نادر. بس بعد حادثة الاغتيال نزلت قيمة السهم. والحقيقة إنه كل اللي اشتروا رجعوا باعوا بخسارة. أمجد سايمون باسم مين بيشتري؟ أمجد سايمون بيشتغل مع أي واحد ما عنده مشكلة. هو بس وسيط وإله نسبة. طيب ليش ما بتقولوا هاي المعلومات لأصحاب شركتكم؟ ما بيطلع بإيدهم شيء. أولاً ما معهم مصاري. ثانياً فلنفترض إنه معهم مصاري، سايمون مستحيل يبيعون الأسهم لأنه مو من مصلحته. وهذا سايمون على فطور الصبح بيقرر مين بده يربح، وعلى الغداء بيقرر مين بده يخسر، وبيقدر يطير لباريس مشان يتعشى هنيك مع الأرباح اللي ربحها. بيسافر بطيارة عامة؟ قبل ما يتعشى خلينا نمرق لعند رفيقنا. بدك شي منا معلم؟ خدوا مصاري معكن، مو هيك سيد زهير؟ بتصور أكيد رح يبيع الأسهم خاصة بهذا السعر. ما في واحد عاقل ما بيقتنع بكلامي. خاله ارتفع ضغطه لأنه ما اتصلت. ما في حل، بدنا ننتظر. لك انت كيف فت بهيك شغلات؟ هواية. موضوع القرض شبه محلول هدى، حكيت مع البابا بده يسهل عليكي. شكرا انجي، بس للاسف بدهن تأمينات. كنت بتمنى لو بعطي البيت كتأمينات، بس انا عم فكر بيعه. ما بتملكي شي تاني؟ في اراضي بس ما فيني بيعها. مين جاب سيرة انك تبيعيهم؟ بتفيدك بالقرض اللي بدك تسحبيه؟ انا ما فيني خاطر فيها كتأمينات. إذا أنت شايفة هي مخاطرة، قليلي كيف بدهم يعطوكي قروض؟ أنا كل همي ساعدك. بعرف إنجي، بس كل المصايب إجوا فوق بعضه. ما تفهميني غلط، بس للأسف أنا حاسة حالي وحيدة، ما ألي حدا. من هلأ ورايح أنا اللي بدي أعطيكم القروض. بتلاقولي شي شركة قروض من برا وبتدخلوا المصاري اللي بدي حولكن إياها على الشركة القابضة. ما بدي السيد سلجوق ولا الأنسة هدى يعرفوا إنه مصدر المصاري مني. ماشي، شو مصلحتك بهالشي؟ هاي الشركة لازم تعيش، وحالياً هذا اللي لازم تعرفوه وبس. انت بتقرب السيد جاكري شي؟ بتعرفوا بعض انتو الأنسة هدى؟ ايه، بس ما بدي اي حدا يحكي بهالشي.